اهلا بحضراتكم من جديد، ويمكن زي ما وعدناكم دي الفقره اللي هيبقى فيها يعني امور كتيره تخص تنميه المواهب للناشئين، ويمكن اكتشاف المواهب وتنميتها والتوجيه والتوجه الصحيح للرياضه او التوجيه الصحيح للرياضه اللي تناسب الطفل، والرعايه كمان الكامله للمواهب للوصول الى البطولات اصبح علم وصناعه. زي ما قلت لحضراتكم انا بس كاتب الكلمتين دول لان الموضوع ده بقى علم وصناعه. في الاول لازم ارحب بضيوفي عشان نبتدي معاهم الحوار، المنورين الحقيقه في الاستوديو. برحب طبعا بدكتور محمد زغلول، رئيس مجلس اداره مؤسسه امستردام كلينيك والمسؤول عن تنفيذ برنامج فاندس مع النادي الاهلي. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا كابتن، واهلا بالساده المشاهدين. منورنا في قناتك. لا ده منور بحضرتك، وشكرا على الدعوه الجميله دي. برحب طبعا بضيفي ساتيا ديمبور، طبعا اخصائي اكتشاف المواهب وتنميتها. اهلا بحضرتك. Thank you very much. أشكرك شكرا جزيلا، وأنا مسرور لأكون معكم اليوم. يمكن هبتدي بقى حواري مع الدكتور محمد. دكتور، يمكن هولندا من الكلام ده قلته في البداية أو في الانترو، إن هولندا من الدول المتميزة في الرياضة بالرغم من عدد سكانها 17 مليون و200 ألف يمكن تقريبا. حدثنا عن التجربة الهولندية وإزاي بيتم اكتشاف المواهب يا دكتور. طبعا زي ما تفضلت كابتن من شوية، قلت هولندا دولة صغيرة مساحة وعددا، مقارنة حتى بالدول الأوروبية أصغر من ألمانيا وأصغر من فرنسا 17.8 هم زادوا شوية. طب كويس، حلو وش حلو عليك. التجربة الهولندية على الرغم أنها دولة صغيرة عندها عدد من النجاحات اللي هي تفسيرها الحل الوحيد أن هي مبنية على أساس علمي. طبعا بجانب الجانب الرياضي بالنسبة لنا مهم جدا، وده اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة، النجاحات بتاعتها في الجانب الرياضي. هولندا سابع دولة على العالم في الأولمبياد. هولندا من 1912 لحد دلوقتي حققت 430 ميدالية على في سواد الأولمبيات الصيفية. 430 ميدالية. ميدالية أولمبية. أولمبية. رقم ضخم. رقم كبير جدا على دولة صغيرة بال 17 مليون دول. 5-6 ميداليات فقط. احنا مصر تقريبا 38 ميدالية. 38 ميدالية. من 1912 لحد دلوقتي. حضرتك بتتكلم بالظبط. في المدة دي كلها. فاحنا تقريبا حاجة و30، هم كانوا في 430 ميدالية. طبعا ده رقم كبير جدا. ال 10 سنين اللي فاتوا مثلا هولندا كانت السابعة على العالم في أولمبياد طوكيو. كانت قبل فرنسا وقبل ألمانيا وقبل إنجلترا. طب قصة النجاح ديت مش بس كده، كمان في حاجة مهمة جدا كمان برضو أعتقد، طالما احنا بنتكلم على الرياضة وبنتكلم على الأطفال. الطفل الهولندي طبقا للقياس بتاع اليونيسيف الأمم المتحدة أسعد طفل في العالم فعلا. فإحنا النهاردة بنتكلم على سعادة الطفل، وبنتكلم على تحقيق التميز الرياضي. الكومبينيشن الجميل ده أعتقد إحنا كمان نقدر نحقق الكومبينيشن ده الاتنين دولت. طيب سعادة الطفل ده طبعا جاية من الرعاية الكاملة للطفل. سواء كانت الرعاية البدنية أو الرعاية الطبية، لأنها لازم تكون منظومة كاملة. والتغذية كمان. والتغذية طبعا أكيد، والمنتل، كل الأمور ديت. الطفل محطوط سنترال لاهتمامات الدولة. طيب القصة ديت أو قصة النجاح ديت بدأت من زمان، ولكن الدولة حبت تحط الأساس العلمي عشان استكمال قصة النجاح ديت. ففي 2005 الدولة مولت دراسة بسؤالين مهمين جدا. السؤال الأولاني هو البطل ليه بطل؟ ده أول واحد. ورقم اتنين، أنا متوسط الشعب الهولندي للرجالة 81 سنة والسيدات 83 شوية أو 84 سنة، بالإضافة سن المعاش في هولندا 67 سنة. فأنا عايز الشعب بتاعي يكون منتج لحد العمر ده، فإزاي أحافظ على صحة شعبي وفي نفس الوقت أحافظ على البوزيشن بتاعي في الأولمبياد. طيب من المنطلق ده الدراسة ديت تم تنفيذها من 2005 ل 2009، و مخرجات هذه الدراسة ده اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة، اللي هو الطريق للبطولات ما هواش صدفة. صحيح. ولا هواش مفاجأة. صحيح. ففي عناصر وتولز، أدوات لابد انك انت توفرها النهاردة عشان تقدر تحقق البطولات ديت. وده اللي النهاردة هنحاول نشرحه، عشان طبعا انا شايف فيه تغير في الثقافة في مصر، واهتمام الدولة بالرياضة. صحيح. اهتمام الأندية بالرياضة. الرياضة النهاردة أصبحت صناعة، والدول بتتنافس عليها كمان مش بس الأندية. صحيح. فبقت مجال للتميز في الدول، وكمان مجال كمان للأولياء الأمور إن هم يشجعوا أولادهم النهاردة. ولكن أحيانا ممكن التشجيع ده ما يؤديش النتائج اللي احنا عايزينها. صحيح. احنا عايزين النهاردة بالتعاون مع النادي الأهلي إزاي التشجيع والجو العام النهاردة ده اللي بيحبز وبيشجع الولاد على ممارسة الرياضة، إن هو في الآخر
يحقق لنا البطولات اللي احنا عايزينها. فوجودنا ان شاء الله رب العالمين من خلال التعاون مع النادي الاهلي والشراكه مع النادي الاهلي ان احنا ننقل التجربه ديت ويبقى عندنا كمان سكسس ستوري في مصر، لان مصر فيها 100 مليون وشويه. احنا عندنا في مصر في السن الصغير اللي احنا بنتكلم فيه تحت 18 سنه 41 مليون طفل، عندنا من 4 ل 14 سنه بالظبط كده. ففي امكانيات من ناحيه العنصر البشري، ولكن كمان في بنيه تحتيه. النهارده صحيح. مصر بتتميز ببنيه تحتيه، السطب بتاع الانديه اللي موجود في مصر ده سطب يونيك. ليه يونيك؟ لانك انت النهارده في مكان واحد عندك امكانيه ان الطفل يلعب اكتر من رياضه في نفس المكان، وان هو سويتش من رياضه لرياضه. الامكانيات ديت وعندك مدربين، فانت عندك كل العناصر اللي ممكن تنجحك. ولكن السؤال بقى محتاجين ايه عشان ندعم ده ونقدر نحقق ده؟ هو ده اللي النهارده ان شاء الله